تشاهد الفرنسية. فيديو لأول مرة في هذه القناة وترى أنها تستحق الدعم، لا تبخل عليها بالضغط على زر الاشتراك، لايك، تفعيل الجرس ونشر فيديو مع أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. إذن الدرس الأول في القناة بخصوص لا غرامير دو فرونسي، وهو الفرق بين أو لا ديستينكسيون entre de et du. De et du. هذا الدرس من بين أهم الدروس في لا غرامير دو فرونسي والضرورية التي يجب علينا أن نفهمها. في هذا الفيديو سأتكلم عن معظم الحالات التي تستعمل، هي توجد العديد من الحالات تختلف من معنى جملة إلى معنى آخر، ولكن سأحاول أن أتكلم عن معظم الحالات التي تستعمل فيها de et du. وفي آخر الفيديو سننجز مع بعضنا تمرين تطبيقي للتوضيح أكثر. نبدأ على بركة الله. تعريف: C'est quoi de? C'est une préposition. C'est une préposition. أداة ربط أو حرف جر. أحاول أن أشرح أو أترجم باللغة العربية فقط للتوضيح أكثر أو للفهم أكثر، لكن أرجو أن لا تربطوا قواعد اللغة العربية مع قواعد اللغة الفرنسية لأن معظمها تختلف. سأحاول أن أتكلم عن معظم الحالات التي تستعمل فيها دو أولا، وبعدها سنتكلم عن دو. دو في الحالة الأولى نستعملها quand il exprime l'appartenance ou la possession، تعبر عن الانتماء إلى الشيء أو الملكية. سأشرح أكثر. مثال: l'ordinateur de Sarah. Là, on a une relation de تربط لنا ما بين، يعني أداة ربط، c'est une préposition، بين Sarah et l'ordinateur. والعلاقة التي تربطهما هي علاقة انتماء أو ملكية. يعني صار الأورديناتور بملكية سارة، ديال سارة. وسارة c'est un nom propre، اسم عالم. في les noms propres لا نكتب أمامهم les articles أو les déterminants. إن كنتم les articles هما لا le، on a les articles définis et indéfinis، لا le et l'apostrophe etc. إن كنتم مهتمين بهذا النوع أو هذا الدرس فقد قولوها في التعليقات وسأعد فيديو بخصوص هذا الدرس لأنه أيضا مهم. نعود إلى موضوعنا. قلت أن سارة c'est un nom propre، اسم علم، لا نكتب أمامه لا أو le. لذلك عندما نود أن نركب جملة فيها un nom propre، l'ordinateur de Sarah. Par exemple le tricot de Mohamed. De نكتب de et tout simplement أمامها الاسم، لا يوجد لي لا ولا لو نهائيا. مثال ثاني، وهذا مثال نوعا ما مختلف عن الأول. La voiture de mon père. Aussi de تربط لنا العلاقة ما بين le père أو mon père كما هي et la voiture، وهي علاقة ملكية، يعني la voiture بملكية le père. ولكن الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية أن الأولى اسم عالم أو nom propre، وهذا le nom مسبق أو مسبوق بأن adjectif possessif أو ضمائر الملكية، هما ما تا سا مون تون سون etc. alors دائما عندما تكون لدينا les adjectifs نكتب de أمامهم. مثل مثالنا هذا la voiture de mon père. والحالة الثانية هو عندما يكون لدينا nom singulier féminin commence par une consonne تصبح de la. سأشرح.
non singulier هو اسم مفرد يجب أن يكون مفرد وليس بلوريال جمع féminin وليس masculin يجب أن يكون féminin et commence par une consonne ويبدأ بكونسون وسأشرح ماذا تعني كلمة كونسون le nom féminin اسم مؤنث par exemple لدينا جملة l'ordinateur de la femme là on a la femme La femme, c'est un nom masculin. وعلمنا هذا لأنه يحتوي أو مسبق ب la. La, c'est un déterminant féminin. La femme. إذن عندما تكون عندنا جملة نستعمل فيها de ويلي de يليها اسم مؤنث نكتب الاسم مع le déterminant ديالو كما يلي. L'ordinateur de la femme, ni plus ni moins. مثال آخر, le toit de la maison. On a le toit de la maison. يعني كتبنا de وكتبنا la maison كما هي. مثال آخر, وهذا المثال يختلف عن الذي سبقه. وهنا لدينا لو كارتابل دحمد قلت ان لو نون بروبر لا يسبقه او لا نكتب الارتيكل افيك لو نون بروبر طبقنا هذا ولكن ستتساءلون لماذا قمت بكتب دا احمد افيك سيت ابوستروف ولم تكتبي دو احمد لماذا بكل بساطة لدينا قاعدة تقول إذا التقى ساكنان في اللغة العربية إذا التقى ساكنان يحذف ما سبق وفي اللغة الفرنسية أيضا تقول مثل هذه القاعدة إذا التقى دو فويل يحذف ما سبق ونعوضه بأبوستروف نورمالمون كانت دو أحمد ولكن التقى دو فويل أ إي أو وحذفنا أ وعوضناها بأبوستروف ها هما لي فويل لدينا E A O U I Y alors هادو نسميهم باللغة الفرنسية لي فويل وهادو هذه لي زالفابي تسمى لي فويل ولي زالفابي المتبقية هم لي كونسون قلت قبل قليل سأشرح وها أنا أشرح من هم لي كونسون لي كونسون هم tous les autres alphabets à part les voyelles يعني جميع الحروف اللغة الفرنسية غير les voyelles يعني هذه الحروف الستة وتصبح لدينا دحمد كان لدينا voyelle وأصبحت دحمد لهذا كتبنا le cartable دحمد وأعيد الكرة مرتين دائما عندما نتكلم عن nom propre أو اسم اسم علم اسم شخص احمد توريا جليله اكسيتيرا لا نكتب لو ديتيرمينون امامهم يعني لا نكتب دو لا ولا دو والحاله الثانيه هي لا بروفونونس تكلمنا عن لابارتونونس او لا بوزيسيون والان سنتكلم عن لا بروفونونس او المصدر يعني عندما نتكلم عن مصدر أو la provenance نستعمل أيضا la préposition pardon de je reviens de Casablanca je reviens de Casablanca on a là le sujet le fa'il je reviens le verbe et de la préposition et on a Casablanca comme les noms propres Pour les noms de villes, أسماء المدن, لا نكتب أمامهم les articles, la, le, etc. إذن, خطأ فادح, أولئك الذين يقولون, je reviens du Casablanca, خطأ, نقول je reviens de Casablanca, لأننا, عندما نتكلم, quel que soit عن المدن أو عن الدول, نقول de Paris, de Salé, d'Algérie, Et là, كتبنا دالجيري لأن التقى ساكنا كما قلت قبل قليل وحذفنا ما سبق وعوضنا بأبوستروف إذن عندما يكون لدينا اسم
مدينة أو دولة لا نكتب أمامها الارتيكل. Et la généralité. Aussi, عندما نتكلم عن quelque chose général ou tout ce qui est global, يعني عام, هو مثل عندما نتكلم عن مجال ما ليس له لا بداية ولا نهاية, هنا أيضا لديه قاعدته, نستعمل فيه de la préposition. لكن مثلا سأعطي مثال, عندما نتكلم عن professeur de quelle langue. Par exemple, le professeur de géographie. Normalement, ستقولون le professeur de la géographie. ستقولون لأنك قلتي قبل قليل إذا كان الاسم يحتوي على الارتيكل ومؤنث يعني فيمينا سنكتب de la. لا تتغير. ولكن هذه حالة خاصة. Rakizo fakat mai, le professeur de géographie. Lorsqu'on parle de la de géographie, c'est pas de la géographie. Lorsqu'on parle de géographie, la géographie, c'est une matière. Yani mada majal, comme on dit mada bahar. يعني لا يمكننا أن نقول لا جيوغرافي, لذلك نقول لو بروفيسور دو جيوغرافي. دائما وأبدا عندما تودون أن تركبوا جملة تتكلم عن أستاذ مادة ما أو شيء يخص مادة ما عامة دون سا جلوباليتي, لا تقوموا بكتابة دو لا, فقط دو. مثال آخر, لو بروفيسور دالجبر. وهنا سيطرح السؤال, لماذا في الجملة الأولى كتبت le professeur de géographie وفي الجملة الثانية كتبت le professeur d'algèbre؟ ما الفرق؟ الفرق بكل بساطة لأن algèbre تبتدي أو تبدأ ب فويل أ. لازم عليكم أن تحفظوا لي فويل, لدينا 6 فويل أ. إذا التقى ساكنان يحذف ما سبق ونعوده بأبوستروف, لذلك حذفنا أو وعوضناه بأبوستروف وأصبحت le professeur d'algèbre, لأن 2 plus algèbre تصبح d'algèbre. Un autre exemple, une leçon de vie. Une leçon de vie, درس حياة, يعني عندما أصي نتكلم عن الحياة عامة, لا يمكننا أن نقول de la vie, une leçon de la vie là, لأننا نتكلم عن الحياة dans sa globalité. مثال آخر, une question de principe. La même chose, pas du principe. وستقولون لماذا هنا لم تكتبي de le principe. نعم أعلم أن le principe c'est un nom masculin, وهنا ليتبين لنا عندما نتكلم عن la globalité أو شيء عام وسنستعمل معه la préposition de, لا يهمنا إن كان مذكر أو مؤنث. ليس مثلا عندما يكون مؤنث سنكتب de la non, أو عندما يكون مذكر سنكتب du, لا خطأ. de principe قلت ببساطة du c'est un article défini contracté, هو أداة تعريف مدغمة, ça veut dire مدغمة, إذن هي أدغمة حرفين de plus le. هنا قمنا بالـ fusionnement de deux prépositions, une préposition et un article. De plus le, ça تصبح du. لا توجد, وأعيد 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 لثلاث مرات, لا يوجد شيء اسمه de le في اللغة الفرنسية بتاتا. وأرجو من الذين يشاهدون هذا الفيديو أن لا يرتكبوا هذا الخطأ من الآن فصاعدا, لأنني أرى الكثير من التلاميذ يقومون بهذا الخطأ de le, لا du. Normalement, le téléphone de le garçon. C'est le normal.
لأنني قلت قبل قليل عندما يكون le nom féminin سنقول par exemple عندما نتكلم عن un nom féminin هنا يكون عندي un nom féminin سنقول le téléphone de la fille. C'est une chose normale. Mais le bizarre ou la شيء المختلف هنا أنه le c'est un nom masculin. Et قلت قبل قليل de plus le la توجد في اللغة الفرنسية لهذا سنعوضها ب du ستصبح الجملة الصحيحة le téléphone du garçon c'est pas le téléphone de le garçon non لأن لو كان لدينا مكان le garçon la fille par exemple سنقول le téléphone de la fille صحيح ولكن لأن لدينا هنا le nom un nom masculin ça n'a qu'au بإدغام de plus le لتصبح du لأن القاعدة تقول عندما يكون أو عندما سنتكلم عن اسم مذكر في la préposition لن نقول de le لأن du c'est un article défini contracté c'est une contraction entre de et le الإدغام دو إلو أصبحت دو وهنا مثال آخر لدينا اسم مذكر نون ماسكولان اسم مؤنث نون فيمينا سنبدأ لو كايي دو ليتوديون قلناها وسنعيدها كتبنا ليتوديون افيك او l'étudiant de le l'annaha tabda bi voyel la tabda bi voyel لذلك كتبنا لي avec apostrophe مفهوم ولكن موضوعنا هو لماذا كتبنا de le لان بكل بساطه عندما قاعدتنا تقول عندما يكون لدينا اسم يبدا بي voyel اسم يبدا بي voyel و سنستعمل في الجملة دو كل كسوة يكون الاسم مذكر أو مؤنث سنستعمل دو plus ال أبوستروف لهذا كتبنا هنا دو لاتيديون و ميم سي لا لو كايي دو لاتيديونت avec e وعلمنا الفرق بأن هذا مذكر وهذا مؤنث بكل بساطة لأن لدينا e Et la marque de féminin, علامة المؤنث, هو E. لذلك كتبنا هنا le cahier de l'étudiant. إذن, إن كان, تذكروا معي أصدقائي, إن كان لدينا اسم. عندما نستعمل deux, bien sûr. إن كان لدينا اسم يبتدئ ب E apostrophe, plutôt ب E, c'est une voyelle, ب une voyelle, سنكتب deux plus le apostrophe. C'est tout. Et là, عندما يكون لدينا أو عندما سنستعمل جملة فيها اسم مؤنث مثل le téléphone de la fille. La fille مسبقة بلا إذن هو nom féminin. سنكتب de la. ليس ك عندما يكون معنا نون ماسكولان سنكتب دو نون عندما يكون عندنا اسم مؤنث سنكتب دو لا بكل بساطة aussi le toit de la maison la même chose et انهينا شرح الدرس اتمنى ان يكون الشرح مبسط قبل ان ننجز تمريننا سأقوم بتلخيص أو بإعادة ما شرحته كملخص أولا تكلمنا عن استعمالات دو قلنا بلا دو تستعمل في لابارتنونس أو لابوسيسيون انتماء الشيء إلى شيء آخر إي لابوسيسيون الملكية وقلنا أيضا أنها تستعمل في لابروفونونس في المصدر وأيضا في لا جينيراليتي أو العامية عندما نتكلم عن شيء عام قلت أنه عندما نستعمل دو بلس أنون بروبر أو اسم علم سارة خديجة عائشة
لا نكتب الارتيكل امام لو نوم بروبر وكذلك والمثال بالنسبه لاسماء المدن قلت ايضا ان دو بلس لو هي دو ولا توجد اي شيء اسمه دو بلس لو في اللغه الفرنسيه بحيث لا يمكن اعطيت مثال لو تيليفون دو لو غارسون لان لو غارسون اسم مذكر عفوا لان لو غارسون اسم مذكر لا يمكننا ان نقول دو لو غارسون دو غارسون مي ان كان لدينا الاسم مؤنث مثلا لو تيليفون دو لا في سنكتب لو تيليفون دو لا في بكل بساطه لان لا في سي ان نوم ماسكولين فيمينا او اسم مؤنث سنبدا تمرين انا اتمنى ان توقفي الفيديو لتختبروا ان فهمكم للدرس وتنجزوا التمرين الجمله الاولى او لا بروميير فراز سي لو بير دو تا 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 سعيد لا كوريكسيون سي C'est le père de Saïd. Tout simplement, لأن لدينا هنا سعيد c'est un nom propre, اسم عالم. وقلت أمام أسماء العالم نكتب de فقط. لا نكتب l'article. الجملة الثانية. Elle a pris l'ordinateur, quelques points de suspension, l'a fait et quelques points de suspension voisins. La correction. Elle a pris l'ordinateur de la fille. Parce que tout simplement, أن هنا لدينا la fille, اسم مؤنث, لذلك كتبنا de la fille, صحيح. وهنا de voisin, normalement on dit le voisin, الجار. إذن de le voisin. وقلت لا توجد شيء في اللغة الفرنسية اسمه de le, نعوضها بdu, لذلك كتبنا du. Elle a pris l'ordinateur de la fille de le voisin. أخذ حاسوب ابنة جاره. J'aime les cours tatata français. La correction. J'aime les cours de français. Tout simplement, j'ai dit ça tout à l'heure, parce que tout simplement, لدينا on parle d'une langue, d'une matière, le français. Naam, nous disons le français. Walakin, nahnu halat la généralité, natakallam an ammatan. Lidhalika la naktubu l'article. J'aime les cours de français et c'est pas j'aime les cours du français. Uhibbu durus al-faransiya. Elle est le professeur ta-ta-ta-ta français ou non, arabe. La correction. Elle est le professeur de français ou d'arabe. Bon, pour le français, شرحت قبل قليل. دائما عندما نتكلم عن مادة أو أستاذ مادة ما دائما أبدا تذكروا هذه قاعدة عامة. نكتب de ولا نكتب أمامها article. يعني le professeur de français, c'est pas du français. أما بالنسبة d'arabe لماذا كتبت d'arabe tout simplement لأنها de arabe مثل de français mais la chose المختلفة هنا أن لدينا de voyelle تنتهي de ب voyelle و a c'est une voyelle alors إذا التقى ساكن نحذف ما سبق وحذفنا de وعوضناها بأبوستروف J'ai laissé ta voiture près de ta parking. J'ai laissé ta voiture près de parking. Parce que on parle de parking en général, c'est pour ça on a utilisé de, c'est pas du. يعني j'ai laissé ta voiture près de parking يا تركت سيارتك قريبة من الباركينج أو موقف السيارات. J'ai trop bu, j'ai la gueule de... J'ai dit de bois. Et voilà la correction. J'ai trop bu, j'ai la gueule de bois. Et la même chose pour... Parce qu'on parle en général. C'est tout. On a fini. J'espère que... لا تنسونا صالحي دعائكم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك تنشروا الفيديو لتعم الفائدة